الفيديو اليوم قررت أنني نديرها على الفوياج اللي درت من 2017، وأنا ذيك النعسة اللي نعس، يمكن كنت نعسة على ظهري ولا ما عرفتش، كان حس بحلة كيجبدوني، بحلة شي حد كيجبدني. ندوزو الفوياج اللي من وراه باش هاد الفيديو كما كنقول ديما ما تجيش طويلة، وخا هكذاك كتجي الفيديو طويلة. ألو، الفوياج اللي من ورا هذا كان في 2019 قررنا نمشيو لاغريس، اليونان. ديما كنت كنسمع الناس وكنشوف في انستغرام بيان سور الناس كيهضروا على اليونان 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 اليونان. استنوا نكحس شويه عند الكاميرا لحقاش بان لي الفوكس بدا يلون علينا، مانيش عارفه علاش. المهم قلت لكم كنت كنشوف في انستغرام، كنشوف ديما في الناس كيهضروا على اليونان اليونان اليونان، بغينا نعرفوا هاد اليونان كي دايره. بقينا نقلبوا، لقينا اننا نقدروا نديروا واحد لوتور ديال لي سيكلاد كيسميوه، اللي هو لوتور ديال هذوك الجزر اللي كاينين في اليونان، نقدروا نديروه بالباطو. واش درنا؟ قلنا غادي نبقاو نباتوا في واحد الجزيره ونجلسوا في واحد الجزيره يومين ولا 3 ايام نشوفوها، عاود ناخذوا الباطو ونمشيو. الباطو بيناتهم جوج سوايع جوج سوايع جوج سوايع، دونك رينا راسنا واحد لوتور ديال هذوك لي سيكلاد، ماشي كلهم مي زعما اللي معروفين، واختارينا شي وحدين ماشي معروفين. درنا جوج معروفين وجوج ماشي معروفين بلس اتين لي المدينه الكبيره اللي باينه، خليناها هي التاليه. صافي نهارات الولا دوزنا في ميكونوس. ميكونوس الصراحه انا ما عجبتنيش بزاف. علاش؟ ميكونوس هي بالنسبه للناس اللي كيبغيو التقصار وكيبغيو الليل وكيبغيو هادي وهادي وهادي وهادي، وانا داك الشيء ديال التقصار وهذا ما كيعجبنيش. كيعجبني قلت لكم نمشي شي بلايص اللي هكا فيهم ليستوار ولا فيهم البحر. هي فيها البحر مي انا ما عجبنيش بزاف الصراحه ميكونوس. هذا الشيء اللي الوطي اللي كنا فيه واعر، كان عنده واحد لافيو اكستراوردينير، كتفطر على البحر، مهم لافيو واعره. ميكونوس ساليناها، درناها شي 3 ايام ولا 4 ايام في ميكونوس، خدينا الباطو. لي باطو راه ما يمكنش شحال واعرين، باطو كيضرب بك ساعه ولا جوج سوايع ولكن واعر، كتشوف البحر، كتقدر تخرج على برا تشوف المنظر ديال البحر، راك وسط البحر. وهذا هذا للناس اللي ما فيهمش الدوخه ديال البحر. من موراها درنا واحد الليل مور ميكونوس اللي معروفه، درنا الليل ما معروفاش اللي هي تينوس. حنا غير شفناها هكا درنا في الخريطه، بالنا قلنا غادي نمشيو لها تينوس نشوفوا كي دايره. كي وصلنا تينوس خاويه ما فيهاش لي توريست، تينوس فيها غير السكان المحليين. بنادم يشوف كيعرفك توريست، يعرفك ماشي من ديك ماشي من ديك الليل، لان الليل ما معروفاش نهائيا. حنا بقينا نزومي ونزومي ونزومي في الماب، قلنا طق نمشيو لهاد الليل هكا. بنادم سخن عليه راسه. المهم الا شفتو التغيير في ليكرون ولا شي حاجه راه لان الكاميرا طفات وعاودت قديتها، سي با غاف، قبلوا على هذا الشيء كما هو. المهم قلت لكم تينوس كانت واحد الليل اللي ما كانتش معروفه بزاف وايل ماشي توريستيك، هذا اللي خلاها اننا فاش نمشيو للريستو نمشيو للبلايص كيكونوا خاويين، الناس مزيانين ظريفين. مهم فاش وصلنا للوطيل ولا الاير بي ان بي، مولاه مسكين مشى جبنا العسل، واحد الترحيب زوين، جبنا العسل الكونترير ديال واحد الليل غادي عاد نهضر عليها. مشى جابنا مسكين العسل، جابنا واش المزاح ولا التين، والله ما عقل داكشي عنده فيرما وكيدير فيها داكشي. صافي جابنا داكشي وسولنا قالنا كيصرات لكم حتى طحتوا في هاد الليل، كومون سا سفي كو جيتو لهاد الليل الوغ كما معروفاش بزاف. قلنا له ودي حنا غير زومينا في الماب وبانت لنا هاد الليل وحنا نقولوا راه نمشيو لها. قلنا له هكا، قالنا هاد الليل معروفه ان الناس كيجيو لها باش يتعبدوا، يعني المسيحيين كيجيو للكنائس اللي هنا اللي كيكون متدين بزاف كي يجي باش زعما يتكالما في هاد الليل ويجلس وهذا. قلت له حنا هذا الشيء ماشي سوقنا، حنا مسلمين وي، ولكن حنا جالسين لكم هنا تشوفوكم واش كديروا في هاد الليل. حنا 3 ايام راه حنا دايرين نجلسوا في هاد الليل، حنا هنا بيتين، حنا غادي نجلسوا هنا. المهم سولناه قلنا له واش كاين البلايص اللي تشافوا هذا وهذا، عطانا واحد الكارت هكا باش نشوفوا البلايص وكل شيء. صافي مشينا درنا شفنا البلايص. المهم واحد النهار كنغدا لي غادي نمشيو نشدوا الباطو باش نمشيو لسانتوريني. ديك الليله كنا ندورو في لافيل وكل شيء، بانت لنا نمشيو لواحد الكنيسه معروفه تما زعما ومشهوره، الى لقيت التصويره غادي نحطها لكم. صافي هي بانت لنا نمشيو لديك الكنيسه باش نشوفوها كيفاش دايره. مشينا طلعنا بقينا نشوفو كلشي، على تايبان لنا واحد جوج ولا ثلاثه النساء، والله ما عقلت ثلاثه النساء كيتمشاو على ركابيهم ويديهم، يعني كيزحفوا هكا
كات بات كما كنقولوا، ما فهمتش. المهم صورتهم، الى لقيت الفيديو غادي نحطها لكم، واللي عارف شي حاجه على هذا الشيء شنو كيعني قولها لنا في لي كومونتير باش حتى حنا تكون عندنا المعلومه كما كنقولوا، والناس اللي راهم يتفرجوا لهذا الفيديو حتى هما تكون عندهم المعلومه. صافي هذا الشيء اللي صرا فيك، ما صحاب لكم غادي نحكي لكم نقول لكم بانت شي حاجه ولا ما كان والو، هذا هو اللي كاين. بقاو تستناو شي حاجه حتى هي بارانورمال. بارانورمال سالينا في لاكواسي، كملنا من تينوس مشينا غدا ليه شدينا الباطو لسونتوريني. سونتوريني يا سيادنا الى مشيتو لها غادي تعرفوا بان خصكم تكريو لا موطو باش ديبلاصاو فاسيلمون. سيرتو الا كنتو بحالنا شديتو لوطيل ماشي في وسط المدينه، غادي تكرفصوا في الترونسبور. الترونسبور ديالهم كرفص لان اشاك فوا خصك ترجع للسونتر فيل، ومن السونتر فيل عاد تمشي للبلايص الاخرين اللي باغي تمشي لهم. المهم كاين ديما داك الوسط، ديما دير ديك الكوريسبوندونس ديال الوسط الليل والنعاس. بلوس اللي معجبنيش بزاف في هاد الليل اللي هو ان الناس ما كياكويوكش مزيان، والزحام. مشينا في الاول ديال شهر 6 نورمالمون الناس خدامين، حنا خدينا اكسبري داك الكونجي في الاول ديال شهر 6 باش زعما نلقاو الدنيا مزيانه، وهذا لقينا الدنيا عامره الزحام. باش كتاخد التصويره خصك دير لاكو. مشينا باش نشوفو الكوشي د سولي، قال لك خصك ريزيرفاسيون دايرها على سيمانه. ما عفرك غادي واش غادي تلاقى مع شكون هاد وزير الوزراء اللي راه باغي تلاقى معاه باش تشد رونديفو بسيمانه؟ سي ترو. صافي شنو درنا، درنا بحال كيما داروا الناس الاخرين اللي فاهمين الحياه صح، مشاو جلسوا في واحد التل هكا وتفرجوا من تما الكوشي د سولي. ما كاينش محسن، عرفتوا واحد البلاصه هكا عاليه كيجلسوا فيها كيتفرجوا الكوشي د سولي. وعندنا داك الكوشي د سولي في المغرب، غير سمحوا لي ولكن كاين في المغرب بلا ما تبقاو تضحكوا على الناس. انا سونتوريني فيها دوك البحر الاحمر والبحر الابيض والبحر الكحل وكاع هاد الشيء، وفيها واحد البلاصه ديال البركان مشينا لها. سونتوريني فيها بزاف ما يتشاف. الحاجه اللي ما عجبتنيش هي ديك القضيه ديال ان لي ترونسبور، قضيه ديال الزحام والناس ماشي ضاحكين وكلشي كما قلت لكم على تينوس. من مور سونتوريني مشينا الاحسن ايل تما اللي كانت هي ميلوس بالنسبه لنا في هذوك لي زيل كاع اللي مشينا لهم. ميلوس حتى هي قلبنا عليها غير في جوجل، بقينا نشوفوا شنو فيها وهذا عجبتنا. مشينا صدقت احسن ايل مشينا لها، شدينا واحد الباطو ضاربين النهار كامل على ليل ديال ميلوس كلها. لي سبوت اللي خدانا ليهم راه سي با بوسيبل، لو تركواز كلير زوينه كتشوف الحوت، مهم واعره. انا كنصحكم بها، الناس اللي باغيين يشوفوا هاد الجزيره فونسي، هي فعلا عندك نهار فيها ولا يومين ما تدوزهمش لان فيهاش بزاف ديال البلايص، فيها هاد لي سبوت اللي كنقول لك عليهم مي تستحق انك تشوفها. واحد القضيه اللي وقعت لي تما الموت ديال الضحك، انا ما كنعرفش نعوم في الباطو، وكما كيوصل شي سبوت اللي كيكون واعر زوين كيهبطوا الناس يعوموا. وصل لواحد السبوت اللي كان كلشي عارف بلي داك السبوت هو واعر بزاف، الناس كلشي راه حتى واحد ما بقى في الباطو الا انا، فقط انا. سعد باغي يهبط يعوم، بقى عليا يلاه غير يلاه نشوفو كي نديرو وندير هادي، ويعطيوك داك السجيلات سوفطاج و انا قلت له ما نديرش سجيلات سوفطاج، انا حشمت قلت ما رضيتش ما رضيتش ويلي ما رضيتش. بنادم ما عرفش يعوم ما يرضاش، بنادم غير شي مره بنادم كي ما نعرفش نعوم ما نعرفش نعوم، صافي اعتراف وفضيله. هذوك الصطاف اللي في تما دوك زعما الناس ديال الباطو اللي كانوا يسيروا الباطو وكل شيء، بحال بقيت فيهم بانوا لهم الناس يعوموا والسعاده وكل شيء، وانا واقفه تما دايره هكا وكنتفرج في الناس. هو مسكين جا عنده هذاك، جا عند سعد قال له شوف انا غادي نعطيكم هذاك البوي ديك اللي كي ينقذوا بها الناس، قال له وتنزل. انا في الاول والله ما رضيت، وبحال ما تقتش طونك ما كنشوفش انا داك السطح الرمله، الرمله نحط فيها رجليا ما عقلي كيقول لي راكي غادي تغرقي. صافي هو يعطيني داك بقاو معايا ويقولوا لي راه ما غاديش تعاودي لهذا الشيء وغاديش تعاودي تجي وكذا، وراه فرصه في الحياه. المهم بداو يديروا لي ديك الدروس. المهم وانا قلت غادي نمشي وغادي نندم، حاسه في الداخل ديالي غادي نول نرجع، فاش نرجع غادي نندم. صافي هي هذيك درت داك البوي ونزلت وبديت كندير داك درت دوك النظاظر وهبطت عينيا لتحت، راه منظر رائع. ميمكنش ميمكنش كتعوم مع الحوت وهذا، راه منظر واعر. ميلوس ساليناها من تما دزنا لاتين. اتين كان فيها جوج حوايج اللي ديرونجاونا، هي لا فيل واعره بالنسبه للناس كما قلت لكم اللي كيبغيو لي تروك هيستوريك وكيبغيو يعرفوا زعما على شي بلاد ليستوار ديالها. مي 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 يا توجور مي لي ديرونجاني ان اول حاجه السكنه اختاريناها وحنا ما عارفينش الكارتي، اشعل الضل هيها وديت نقول الليله هذا خوتي
الضو يشعل بوحدو، لا في الساعة نكمل هاد الفيديو نمشي نعس. المهم كارتي كان بحال كتقول شي كارتي اللي كل شيء واقف في راس الدرب، بحال كيما كتكون واقف في زعما البنت فايته في شي درب وواقفين الدراري في راس الدرب وفي البوطويات شادينهم، كتحس راسك اليز، كل شيء كيشوف فيك وهذا مهم، داك الشوفات وداك التبركيك وداك الشيء انا ما كيعجبنيش، ومهم كتحس راسك اليز. حنا فريمون ما عجبناش ديك البلاصه اللي شدينا فيها لوطيل، مي لافونتاج اللي كان فيها انك ديما كتلقى الماكله حلال وهذا، يعني ما كتبقاش تقلب بزاف لان ديك البلاصه ساكنينها المصريين بزاف، بوسيبل هذيك الكارتي كله غير ديال المصريين. بخي الحاجه الثانيه اللي ديرونجاتنا في هذا الفواياج واللي هي الشمس، الحراره. كنا مشينا في الاول ديال شهر 6 ومع ذلك كانت واحد الحراره راه سبب بوسيبل، الحراره بزاف. كنخرجوا كنحاولوا نمشيو غير لي ميزي ونمشيو للحوايج اللي مغطين باش ما تضربناش ديك الحراره بزاف، يعني وسط النهار ما كتقدرش تخرج، وفي الليل كاين غير قلال لي زاكتيفيتي. كنا مشينا لواحد البلاصه فيها كانوا داروا الاوركسترا وداك الشيء هذيك زوينه، يعني قدينا البروفيتيو في الليل، مي ابار سا ما كاينش بزاف ديال لي زاكتيفيتي ديال الليل فاش كتكون شويه الحراره هبطت. من مور اليونان غادي ندوزكم الفواياج اللي من موراها واللي هما دي فواياج هنا في اوروب واللي غادي نخليهم لفيديوهات اخرين، وغادي نهضر لكم على الفواياج اللي من مور هذا الشيء واللي هو في 2020 كانت يلا بدات كورونا، اللي هو مينوخ. مينوخ يا سلام من ليزيل اللي واعرين صراحه، فيها بزاف ديال البلايص اللي تقدروا تشوفوهم، اشاك فوا كتكتشف بلاصه كتعجبك حسن من الاخرى. واحد القضيه باش نقولها لكم، خاصك تدي معك السبردينه لان خاص تمشيها بزاف، كاين شي بلايص ماشي اكسيسيبل بالطوموبيل، خاصك تاكسيدي على رجليك، يعني الا كانت عندك بوسيت عندك الدراري هذا ما غاديش تقدر تاكسيدي لان فيها لا مارش فيها الجبال فيها بزاف ديال الحوايج، دونك خاصك تكون مستعد. حاجه ثانيه، الا مشيت اون فامي خاصك تسد عينيك، ولا مشيت بوحدك دبر راسك بينك وبين الضمير ديالك اخويا. المهم كون عارفين علاش بلا ما نديطايو بزاف في الفيديو، في داك الشيء في الاسباني مشروع مشرع عندهم عادي، مهم ماشي عادي مي كاين اللي عندهم عادي، مهم ما فهمتش لا لوجيك. انا من دخلت هكا الطاق بديت نشوف داك الشيء صدمني. في مينور كل حاجه الوحيده اللي كانت وقعت لنا فيها اللي في شكل، وهي اننا ضربنا مرضى 3 ايام، انا بعدا ضربت مرضى 3 ايام، ما عرفتها كورونا ولا عرفتها ما عرفتش كاع واش هذاك العجب. حنايا كاملين اللي كنا تما ضربناها بمرضى الا واحد السيد اللي هو ساعدنا يا مراد، وكنشوفو فيه بحال هكا، واحد الفطور كان زين في داك لوطيل وكنشوفو فيه بحال هكا هو كيضرب فينا نموتو بالسقانه. انا مريضه، انا فريمون واحد النهار بعدا في دوك 3 ايام راه ما يمكنش حال مرضت ديال بصح، كنشوف فيه بحال هكا وانا ما قداش ناكل داك الفطور، يا سلام كندير فيها هكا الحسد العين شوف شوف الليزر. انا بقيت نقول له المناعه قويه نديرها غير بالعاني باش حتى هو يمرض معنا، والمناعه قويه المناعه قويه وانا مريضه واخا هكاك بنادم مريض وفيه المشاكل. الفواياج اللي من موراه كان هو تركيا. تركيا درنا فيها عاود حتى هي جوج ديال المدن، المدينه الاولى واللي هي اسطنبول، تقدروا تشوفوا لي فلوق ديالها هنايا في لاشين راه ديجا كاينين، كنت ما درت لاشين يوتيوب. اسطنبول كانت زوينه صراحه، فيها بزاف ما يتشاف، ماشي غير بزاف بزاف ما يتشاف، ان سيمانه ولا 10 ايام ما كتقدكش باش تشوف كامله اسطنبول وباش تعرف البلايص اللي فيها. دينا زينه، حاجه اللي فيها كنقول لكم الحوايج الزينين وكنقول لكم الحوايج اللي ماشي زينين. الحاجه اللي ما فيهاش زينه وهي انك تقدر تتعرض للنصب، يعني خاصك تكون حاضر راسك سورتو من تاكسيات، تقدر فاسيلمون تتعرض للنصب، وحتى التواركا كاين بعضهم اللي عنصريين ضد العرب، يعني غير باش نكون واضحين كنت كنتفرج لي سيري ولي فيلم ديال التواركا، دونك كنفهم فاش كيهضروا معايا بالتركيه كنفهم، مي باش نجاوبهم ما كنجاوبهمش، كانوا كيجيو كنهضر معاهم بالانكلي وهذا كيعرفونا باللي اجنبيين وهذا وكيقولوا لنا مين وكذا كذا مروكو صافي، بنادم كتسمعوا من موراك كيهضر شي هضره اللي صافي با. بعدا واحد البنت سمعتها كانت تهضر، ايوا قلت لها سعاد قلت لي سمع سمع هذه، واش قالتها واش قالت، انا ودني كي نبقى ندير لهم حول هكا باش نسمع ديدا كيعجبني درك من نفهمهم وعارفين. دابا بحال هنا حنا العرب في فرنسا والناس ما يفهموكش وكتبدا تهضر بالعربيه باش ما يفهموكش، الوغ كيقدر يصدق يفهم العربيه ويفهمك ويبدا يدابز معاك. المهم بحال هكاك في اسطنبول، دابا هما يسحب لهم انا ما فهمتش التركيه، هما بداو يهضروا فينا بالتركيه
وانا بديت نفهم التركي وانا عجبني الحال كندير بدنيا هكا. اسطنبول ساليناها وقعدنا، مهم وقع لي واحد المشكل وهذا حتى من بعد شي نهار ونحكي لكم باش ما نطولش هذا الفيديو ونمرها. مشينا لاولو دينيز. اولو دينيز كانت يا سلام كديكونيكتا من الحضاره، كديكونيكتا من التليفونات، من كل شيء، من الزيكرون، من هذا. فريمون كتحس راسك عايش في لا ناتور، كل شيء داير به لا ناتور، البحر والناس ديالها يا سلام شحال مزيانين وشحال كيهضروا مزيان. مهم انا بعد اللي تلاقيت معهم ولو دينيس لقيناها خاويه، ما كانش فيها لي توريست بزاف، الناس ديالها كيهضروا مزيان وكيتعاملوا مزيان. واحد حسيت اون فيت كتحس شويه قريب بالمغرب، المغرب المغاربه كنرحبوا بالناس بزاف. حتى انا في اولو دينيس فاش مشيت رحبوا بينا بزاف وما كيحاولوش يغشوك، ما كيحاولوش مهم العكس ديال اسطنبول، اسطنبول واولو دينيس العكس. كنهضرش على فتحيه حدا اولو دينيس، كنهضر على اولو دينيس فين كاين البلو لاغون وفين كاين دوك البارابونت وداك الشيء. انا كنصحكم زعما تمشيو لها، دابا ما عرفتش واش باقي رخيص، ما هذا مهم النهار اللي مشينا حنا كان رخيص. صافي هذه الرحله كانت كما قلت لكم في 2020، هي اخر رحله اللي طويله. صافي من موراها بدينا كنديروا رحلات شويه قصار، لحقاش غير هنا في اوروب كنمشيو غير البلايص اللي بحال بلجيكا، بحال فرنسا، هنا البلايص اللي كاين في فرنسا، بحال يعني غير الحوايج اللي قراب في اوروب وقراب. نقدر ندير لكم عليهم فيديو بوحدهم الا كنتو باغيين، قولوها لي في لي كومونتير. ديما كنقول لكم قولوها لي في لي كومونتير، عمر شي واحد قال لي شي حاجه في لي كومونتير سي با غاف اون كونتينيو. قلت لكم انا صامده رغم الظروف، من موراها كاين ديال لونغري ولا تريتو داك الشيء، راه راكو ديجا شفتوا لي فلوغ الناس اللي متبعيني، اللي ما متبعيني جداد سيروا شوفوا لي فيديو راهم كاينين في لاشين. قبل ما نسالي الفيديو غادي نعاود لكم على واحد الاستوار صرات في لاكواسي، اللي هي اون استوار ديال البوت، ديال الباطو اللي كرينا. اسيدي كنا غاديين في لاكرواسي ما بينا ما علينا، كندورو في لافيل ديال سبليت، يمكن وي جو بونس كو سي سبليت. جا واحد السيد دوك اللي كيعيطو بحال هكا، بحال في مراكش ملي كيبقاو يعيطو لك باش تاكل، داك يعيط لنا اجي واجي واجي. ومشينا بقى يورينا هكا الباطوات وكل شيء وهذا. حنايا اختارينا واحد الباطو زعما باش لحقاش بقى باعنا لو غيف كيما كيقولو هنايا. صافي حنا عجبنا الحال، قلنا صافي سبا غاف غادي ناخذ الباطو. خدينا يا سيدنا الباطو، واش فينا حنا خمسه د الناس، واش كاين شي واحد فينا فكر ان الباطو خصو البيرمي؟ بليز واش شي واحد فينا قال هكا يا ناس راكم عندكمش البيرمي ديال الباطو، قولوا الله ينعل الشيطان وجلسوا شدينا غدا ليه الباطو. ما جاتش فراسنا حنا هاد البيرمي، صافي عندي البيرمي ديال اللوطو راني نسوق حتى الطياره هكا، ما فهمتش. مشينا ندورو بالباطو كل مره واحد يسوق، طايين حنا صحابنا سايقين لوطو. وصلنا لواحد السبوت واعر، بغينا نوقفو. فاش تبغي توقف خصك ترمي ديك اللعيبه، ديك الكروشي اللي فيه ثلاثه ما عرفتش كي سميتو، ترميه في البحر زعما هو غادي يشد. حنا هاد الشيء اللي عندنا في عقلنا، ما عندنا حتى معلومه على الباطو كيفاش كيتمشى، لا معلومه. صافي رميناه، حنا رميناه، جينا نقلبوا على الحبل، ما كاينش الحبل. الناس شو كدير اللي بعقلها؟ كتشد الحبل، نعم سيدي، وكتعقد الحبل وعاد كترمي. حنا رمينا وما عقدناش الحبل، مشى الى اللقاء. بدا بنادم يهود يقلب عليه، راه عندنا مترناجر تما الناس زعما افونسي في قال نتفكر داكشي ونبقى نموت بالضحك. زعما غادي نلقاو واحد الكروشي اللي رميناه والبحر غارق وغادي نهودو حتى عند الكروشي وغادي نلقاو. صافي مهم مشى، عينا نقلبو نقلبو نقلبو، انا ما قلبت انا ما عارفش نعوم، قلب يا ما تقلب والو ما كاينش. عيطنا على السيد قلنا له الكروشي، انا نقول لكم الكروشي ماش عارفه سميتو، كروشي مشى خوتي دبرنا شي حل. قلنا له احنا راه ما نعرفوش وكذا وهادي، والسيد كاع ما مسوق لناش، هذاك راه نصاب علينا، انا متاكده باللي نصاب علينا، هو مسوقش. عندك بيرمي ما عندكش، بغيت تموت ولا ما تموتش دبر راسك. قال لنا غادي نجيب لكم واحد اخر ولكن تزيدوني 50 اورو. قلنا له دروك غيجيب من راه معناك راك في الحاله هادي غيجيب 50 اورو. زاد علينا الفاكتور. صافي مهم عقدنا حنايا باش ما نعاودوش نفس الغلط. صافي جلسنا بقينا ندورو، وقفنا بزاف ديال لي سبوت هادي، تعلمنا بعدا حاجه. وصلنا لواحد البلاصه باش يعوموا، انا جلست لحقاش انا ما نعرفش نعوم، جلست في الباطو. وديك البلاصه اللي وقفنا فيها فيها المواج، يعني الباطو كيتحرك، ماشي المواج ولكن الباطو كيتحرك. الا خليت الباطو ما عرفتش كيفاش تصابو كيبقى يتحرك وكيبقى يبعد على الشط، لان كنا قراب شويه للشط. جلست في الباطو انا وواحد صاحبتي، والباطو راه يتحرك بينا وراه يبعد على لي زامي ديالنا. حنا واش جبنا الخبر؟ ما جبناش الخبر، ما راهش في راسنا كاع، ما فهم ما واش ما انتبهناش ولا ما فهمتش. صافي جاب لنا الله واحد جوج ديال الناس
كي درهم الحلال كما كنقولوا حنايا، بداو يقولوا لنا بلونغلي راه الباطو ديالكم راه كيمشي. بداو يديروا لنا في الاول غير هكا صافي، بداو يهضروا معنا بلونغلي، يهضروا معنا بلونغلي، وبدينا نقول لهم يا سياس كدا، زعما راني هذيك صاحبتي تعرف لونغلي. المهم بداو يشرحوا لها وكدا، وهي تطبق ويشرحوا لها. المهم درنا تيتوريال ديال كيفاش ترمي هذيك اللعيبه، وكيفاش باش خصك تبدا تجبدها. المهم واحد مهم في هذيك اللحظه تعلمنا كيفاش نرميو ديك اللعيبه، ونحاولوا نجبدو، نحاولوا نقادو، ومساكين جبدونا بالباطو ديالهم. مهم هادوك مساكين، والله الا كاين شي ناس في هاد العالم كيبغيو يديروا الخير، هادوك جابهم لنا ربي كي درهم الحلال. ايوا صافي، هذه هي الاستوار الثانيه ديال لاك خواسي. لاك خواسي صراو فيها بزاف ديال الحوايج، راه سبب بوسيبل. كانت هذه هي لا فيديو ديالنا، وراه خصني نمشي للناس لان عاودت لهاد الفيديو ثلاثه د المرات، راه ما يمكنش انا ما يمكنش. اسمحوا لي والليل انا راه كان عندي واحد خالي كتفوت، كيقول لنا كيتفوت عليا 11 ما زيدوش تهضروا معايا، وهي انا دابا كيتفوت عليا 11، دابا راه فايت 11 ما زيدوش تهضروا معايا، الله يرحم الوالدين. بدا يخرج داك الصوت الاخر في شكل يلا قبل يلا او يلا شوفوا غندعموا هاد القناه ولا غادي نبلعوها. الا كنتو جداد في القناه ما تنساوش ديروا الاشتراك، انا صافي الليل دار لي، وما تنساوش اللايك، ودعموني باللايك وبلي كومونتير ديالكم، واللي كومونتير ماشي غير الدعم، لانني انا كنبغي نقرا لي كومونتير ديالكم، وكنبغي نتعرف على الناس جداد كيفاش كيشوفوا القناه، واخا غادي تسبوني غادي نمسح الكومونتير ديالكم.